وهكذا أصبح المستند كما تشاهدون مرقم من الأعلى ومن الأسفل بطريقتين مختلفتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة الفيتك التعليمية. في هذا الدرس سوف نتعلم كيفية ترقيم المستند من أعلى أو أسفل الصفحة، وهذا ما يسمى ترقيم اعتيادي، وأيضا ترقيم صفحة من مجموعة صفحات أو ما يطلق عليه X من Y كما سوف نشاهد، وأيضا حذف أو إزالة الترقيم. هنا لدينا مستند، وهذا المستند يحتوي على 12 صفحة كما تشاهدون، لإدراج صفحات أو ترقيم تلقائي إلى المستند في الأعلى. نذهب إلى إدراج، ومن ثم من مجموعة رأس وتذييل نذهب إلى رقم الصفحة، ثم نختار أعلى الصفحة، ومن هنا نحدد هل نريده إلى اليمين أو في المنتصف أو إلى اليسار. فمثلا لو اخترنا هنا إلى اليمين ليتم إدراج هنا الرقم، نستطيع نذهب إلى شريط الأدوات ونكبر مثلا ونغير اللون كما نريد، ومن ثم نذهب هنا إلى إغلاق ليتم ترقيم المستند بشكل تلقائي كما تلاحظون، 1 2 3 4 وهكذا. أما إذا أردنا الترقيم أسفل الصفحة نذهب إلى إدراج ومن ثم رقم الصفحة ونختار أسفل الصفحة، وأيضا هنا نختار إلى اليمين أو المنتصف أو إلى اليسار. فمثلا سوف نختار إلى المنتصف لتظهر هكذا تذييل الصفحة. نستطيع أن نحدد الرقم ومن ثم نذهب إلى شريط الأدوات وتكبيره وتمييزه كما نريد، ومن ثم بعد الانتهاء إغلاق ليتم إدراج إلى أسفل الصفحة على كامل المستند كما نلاحظ. أما ترقيم صفحة من مجموعة صفحات أو ما يطلق عليه X من Y، لتنفيذ ذلك نذهب إلى إدراج ومن ثم نختار هنا رقم الصفحة، ومثلا نريد إلى أعلى الصفحة، ونختار هنا لو نلاحظ هنا الصفحة X من Y مثلا هذه، نختار هنا لتظهر في رأس الصفحة كما نلاحظ الصفحة 1 من 12. هنا لا نستطيع أن نلغي أي شيء إلا فقط مثلا كلمة الصفحة أو كلمة من. نستطيع أن هكذا ومن ثم delete، أو كلمة من نستطيع أن نستبدلها مثلا بهذا الرمز، ومن ثم إغلاق ليتم هكذا إدراج الصفحة على باقي المستند كما نشاهد هنا الصفحة 4 من 12. لو وقفنا هنا تكون 5، لو وقفنا هنا تكون 6، وأيضا هنا 6 كما تشاهدون. أما بالنسبة لإلغاء، إذا أردنا أن نلغي نذهب هنا بالماوس بمؤشر الماوس نقطتين متتالية سريعة، ومن ثم نحدد وإلغاء ومن ثم إغلاق ليتم إلغاء الترقيم. وأيضا هنا نستطيع أن نذهب بالماوس ومن ثم إلغاء وإغلاق ليتم محو أو حذف الترقيم من جميع المستند. أتمنى أن تكونوا استفدتم، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو قادم جديد.